وحول الرياضة ينضم إلينا أدهم حبيب الله الزميل وأيضا المحلل والمحرر الشؤون الرياضية. يعني أدهم، أيام قليلة تفصلنا عن هذه البطولة المقامة في البرازيل. نعم، إذن في 14 من هذا الشهر الجاري ستقام هذه البطولة، وهناك حالة من الترقب لهذه البطولة، علما أنها يعني تشهد إثارة وأيضا كرة قدم جميلة، تمريرات البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، تشيلي، وأيضا عديد من الفرق الأمريكية التي تشارك في هذه البطولة. ولكن هناك في هذه المسابقة سيحل ضيف خاص هذه المرة، وهو منتخب قطر. نعم. وأيضا هو أول منتخب عربي سيشارك في هذه البطولة، وأيضا هناك منتخب اليابان. الآن السؤال، لماذا ستشارك قطر واليابان في هذه النسخة، علما أنهم يعني غير تابعين للقارة الأمريكية؟ نعم. دائما بسبب قلة الدول في هذه المسابقة يتم ضم منتخبين، ودائما ما يتم استقطاب مثل هذه المنتخبات من دول أمريكا الشمالية، ولكن هذه المرة بسبب الظروف وأيضا وجود مسابقات دولية أخرى تم ضم وقبول الطلب من قبل القطريين، علما أن هذا المنتخب أيضا حاز على البطولة الأسيوية مؤخرا، ونظيره هو الوصيف الذي خسر في هذه المسابقة. طبعا سنشاهد، أنت أعددت تقريرا حول نعم هذه البطولة، تقرير طبعا نشاهد هذا التقرير ونعود. نعم، نشاهد هذا التقرير. أيام قليلة على انطلاق كوبا أمريكا 2019، حدث تستضيفه بلاد السامبا البرازيل. ويسعى منتخب تشيلي بطل آخر نسختين على التوالي للمحافظة على اللقب، بالرغم من تقدم أعمار لاعبيه في السن، تراجع أداء نجمهم أليكس سانشيز مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويحاول المنتخب الأرجنتيني التخلص من عقدة النهائيات. كالعادة يبحث ليونيل ميسي عن لقب دولي أول مع منتخب بلاده بعد خسارتهم في 4 نهائيات قارية. وبينما كان أصحاب الأرض ينتظرون عودة النجم البرازيلي نيمار لقيادة المنتخب، تعرض الأخير إلى إصابة قوية في الكاحل ستمنعه مرة أخرى من المشاركة مع منتخب بلاده، وقد غاب اللقب عن راقص السامبا منذ 2007. وبعد الخروج المبكر من كأس العالم 2018، تحاول كولومبيا إعادة هيبتها من خلال البطولة اللاتينية، وهي الفرصة الأخيرة أمام الجيل الذهبي لتحقيق لقب قاري قبل فوات الأوان. ويحل المنتخب الياباني والقطري ضيوفا في نسخة 2019، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة منتخب عربي في بطولة أمريكا اللاتينية. بطل آسيا يسعى إلى ترك بصمة كروية بنكهة لاتينية قبل استضافة كأس العالم 2022. أدهم، يعني شاهدنا هذا التقرير، أيضا هي مزيج ما بين صور من كأس قطر وأيضا كأس الأمم الأفريقية، عفوا الأمم الأمريكية. طبعا هناك لعنتين في هذه المسابقة، الأولى لعنة نيمار التي تلاحقه في الإصابة، نتذكر كأس العالم، نتذكر ما حدث في باريس سان جيرمان، ولكن هناك لعنة أخرى وهي الأرجنتين. هذا الفريق خسر يعني في نهائيات عدة، بداية في عام 1995، مرورا في عام 2004 بركلات الترجيح، أيضا في مباراة كانت ضد البرازيل في كأس القارات 2005 في ألمانيا خسرت الأرجنتين أمام البرازيل، مرورا في سلسلة هزائم أيضا في عام 2007 كوبا أمريكا خسرت أيضا أمام البرازيل بثلاثية نظيفة، ومرورا بكأس العالم 2014 عندما خسر هذا الفريق النهائي، ومن ثم هذا الفريق أيضا خسر كوبا أمريكا 2015 لتشيلي، 2016 في الولايات المتحدة أيضا لتشيلي. وأيضا دعنا نشاهد محمد طبعا المجموعات. نعم، ترتيب المجموعات، نبدأ مع المجموعة الأولى التي تضم المنتخب البرازيلي بوليفيا، فنزويلا والبيرو. نعم. وننتقل طبعا إلى المجموعة الثانية، وهي لا تقل أهمية هذه المجموعة، انظر تحدث هنا عن منتخب قطر ومنتخب الأرجنتين، منتخب البرغواي وكولومبيا، هذا المنتخب الذي يريد الخروج من الأزمة كما تحدثنا في التقرير بعد خروجه من الدوري المبكر في كأس العالم. المجموعة الثالثة تضم
اليابان، أوروغواي، تشيلي والإكوادور، هذه المجموعة متقاربة، وهل سيفعل المنتخب الآسيوي مفاجأة في هذه المجموعة؟ نعم. وأيضا التأهل إلى المرحلة المقبلة. نعم آدم حبيب الله الزميل المحلل ومحرر الشؤون الرياضية كنت معنا، شكرا جزيلا لك.